إذن عن النزوح العكسي في سنجار وتداعياته ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول المتحدث باسم المرصد العراقي للحقوق والحريات عادل الخزاعي. أستاذ عادل مرحبا بكم. يعني كما تعرفون رغم انتهاء العمليات العسكرية لا تزال معاناة النازحين في سنجار مستمرة، ولكن السؤال المطروح إلى ما ترجع استمرار معاناة النازحين كل هذه السنوات؟ نعم، تحية طيبة لكم ورمضان كريم عليكم وعلى المشاهدين الكرام. عليكم أجمعين. مدينة سنجار العراقية عاصمة التعايش المشترك، سابقا كانت على الدوام محطة لتقاطعات جيوسياسية وعسكرية وديموغرافية ومحط أطماع، وقد دمرت الحروب مرارا، وليس صدفة أن تكون ساحة نزال وميدان حرب لإيران وميليشياتها وحزب العمال الكردستاني والميليشيات الموالية لهم في المدينة. نعم، سنجار اليوم لا يسكنها سوى 40% من سكانها، حيث تم تهجير الأهالي على يد حزب العمال الكردستاني وميليشيات الحشد الشعبي وميليشيات محلية، أفرغوا مدن بكاملها واستولوا على مقدرات المدينة، استخدموا المدينة كممر تهريب مخدرات وتهريب آثار وتهريب البشر والأسلحة، استخدموا المدينة كمخازن ومعسكرات، هجروا الكثير من العشائر في تلك المدينة وغيروا التركيبة الديموغرافية وعاثوا بالأماكن العبادة الدينية في المدينة، مساجدها ومزارعها ومنازل، واستغلوها لصالحهم ولصالح الأعمال المشبوهة التي يقومون بها في المدينة. بالتالي هناك إصرار لدى هذه الميليشيات لعدم إرجاع النازحين وتهديد الأهالي الموجودين بشكل مستمر عن طريق الاعتقالات أو الخطف والمساومة أو عن طريق إذلال الأهالي ومعاملتهم معاملة الرهائن والاستيلاء على أراضيهم ومزارعهم وأرزاقهم في المدينة، مما تسبب باستمرار أزمة النازحين وطول يعني أمد بقاء المهجرين خارج المدينة، وبالتالي عدم عودتهم إلى المدينة بسبب وجود الميليشيات التي عبثت بشكل كبير في أمنها والخريطة الديموغرافية في هذه المدينة. أستاذ عادل، ما هدف الميليشيات وحزب العمال الكردستاني في أن يمنع عودة السكان النازحين إلى مناطقهم؟ ما الفائدة التي تعود عليهم؟ يعني تسيطر على سنجار اليوم ميليشيات حزب العمال الكردستاني ومعها مجموعات إيزيدية محلية، وكذلك يعني تتمتع ميليشيات الحشد الشعبي بنفوذ كبير في المدينة، يعني والقضاء يعني يدفع هؤلاء رواتب لمجموعات إيزيدية مؤيدة لهم، يزودونهم بالأسلحة والمؤن، وقد نسج قادة الميليشيات مثل قيس الخزعلي والعامري علاقات واسعة مع حزب العمال الكردستاني، وأكمل بذلك الهيمنة على المدينة. هذه المدينة استراتيجية بحيث أصبحت الميليشيات تتحرك باطمئنان في المدينة، ويعني وفي الاستراتيجية الإيرانية لسنجار دور حيوي في هذه المدينة. ينظر الحشد الشعبي إلى مدينة سنجار من زاوية إنها بيئة أو مساحة جديدة للعب وتعميق النفوذ الإيراني. يعني يطمح إلى تأمين مسار استراتيجي إلى العمق السوري ومنه إلى لبنان. يعني وذلك كله من أجل تعميق سيطرة إيران في المدينة. وبذلك استخدموا التغيير الديموغرافي كأحد وسائل أو أحد الوسائل المهمة لضمان المنطقة لهم، هجروا السكان وأحلوا مكانهم سكان آخرين حتى يضمنوا بيئة حاضنة ومناطق نفوذ تساعدهم بالسيطرة على المدينة، وبالتالي لا عودة للنازحين بوجود هذه الميليشيات في المدينة. في ظل الخوف الذي تبثه الميليشيات، يعني يشهد قضاء سنجار موجة نزوح عكسية إلى المخيمات مع تصريحات حكومية مستمرة بنيتها إغلاق كل تلك المخيمات الموجودة في العراق، لكن هنا ما مصير النازحين ومعهم من يهرب من بطش الميليشيات؟ ما هو مصيرهم؟ نعم، حقيقة يعني صرحت دائرة الهجرة والمهجرين في مدينة الهوك إن هناك أكثر من 400 عائلة من سنجار طالبت بالعودة مرة أخرى إلى مخيمات النزوح في الهوك، وذلك لبقاء أسباب تهجيرهم.
بقاء أسباب تهجيرهم قائمة إلى الآن، التهديد الحقيقي لا زال قائما، يعني الواقع في سنجار لا زال خطرا، المظاهر المسلحة لا زالت موجودة، حزب العمال الكردستاني أو الميليشيات المرادفة لحزب العمال الكردستاني من الميليشيات الإيزيدية لا زالت تمارس البلطجة في المدينة. أوهمت حقيقة الحكومة بعض الأهالي بالعودة إلى منطقة آمنة ومستقرة في سنجار، وأن الأمور تغيرت في المدينة وأن لا وجود لتهديد من أي نوع، إلا أن بعض العوائل العائدة تفاجأت بحال سيء، نعم بل هو أسوأ مما كان عليه إبان تهجيرهم. يعني هناك تهديد جدي من قبل الميليشيات بصورة مستمرة واستفزاز حقيقي تمارسه الميليشيات، شعارات طائفية، شعارات انتقامية، شعارات ثأرية تطلقها الميليشيات في كل مناسبة، نعم تهدد وتتوعد المواطنين بالثأر والقصاص، وبالتالي الهجرة العكسية أصبحت خيار الكثير من العوائل إلى مخيمات النزوح بدل وجودهم ضمن دائرة التهديد والخطر في منطقة سنجار. أستاذ عادل، مع تهديد الميليشيات نلاحظ أن الحكومة صامتة. ما هو المطلوب منها في تأمين حياة مستقرة سواء لسكان قضاء سنجار أو عملية الفلوجة؟ يعني الحكومة، إصرار القوات الأمنية أو الحكومة نعم حقيقة لإعادة النازحين في ظروف غير آمنة هو تلميع للوجه القبيح أمام المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، لتقول إنها أعادت النازحين وتحاول طمس الكارثة بأي طريقة أو صورة. هنا برزت النتائج حقيقة العكسية، والهجرة العكسية بدأت كونها لم تعالج المشكلة وجاملت الأحزاب والميليشيات على حساب المواطن وأمنه في المدن، وإعادة النازحين في ظل وجود ميليشيات همها الأول سفك دماء المدنيين وتهجيرهم هو دفع الناس حقيقة إلى هلاك وموت في على أيدي الميليشيات في سنجار، والتضحية بأرواحهم دون أدنى مسؤولية أمنية أو أخلاقية أو إنسانية. عبر سكايب من اسطنبول المتحدث باسم المرصد العراقي للحقوق والحريات عادل الخزاعي، شكرا جزيلا لكم.